حاليا نحن بمنطقة خزرج من المدينة القديمة هي جزء من المدينة القديمة مدينة الموصل استكمالا لما بدأت به مديرية الدفاع المدني من أعمال إنسانية وتقديم الإغاثة والدعم لأبناء هذه المدينة وبناء على ما عرضته قناة الموصلية ولكثرة المناشدات بادرت هذه المديرية اليوم بالمباشرة بهذا الواجب الواجب هو عبارة عن جدار للسقوط في المدينه القديمه في منطقه خزرج يشكل طبعا هذا الجدار خطر على المواطنين وقاطنين المنطقه وكذلك يشكل خطر على ابنائنا واطفالنا وهو في طريق الماره باشرت فرق الانقاذ التابعه لمديريه الدفاع المدني منذ الصباح الباكر لهذا اليوم بازاله هذا الجدار. طبعا هذا العمل هو كان بناء على المناشدات اللي اللي يعني كثرت من قبل المواطنين وما عرضته قناتكم الموقره كانوا بصحبتنا طبعا جهد بلدي ايضا بعد ان نزيل هذا الجدار تقوم هذا الجهد برفع الانقاض من المنطقه. استاذ حسين حاليا نحن في موسم امطار ايضا او معرضه هل سيتم معالج هذا نعم طبعا هذا انا يعني ما اريد اتطرق لحضرتك انه هذا مو من صميم عمل الدفاع الدفاع المدني ولكن من الجانب الانساني ولما يشكله من خطر على الناس بادرنا بهذه المبادره لكن هذا الموضوع هو هناك لجنه مشكله في محافظه نينوى لرفع انقاض المدينه القديمه هذه اللجنه في فتره من الفترات باشرت عملها ورفعت بعض الانقاض اللي انه نلاحظ انه هناك يعني دور كثيره بحاجه الى رفع الانقاض لان هذه الدور تشكل خطر على العائدين سيما انه المواطنين بدوا يعودون الى منازلهم فان شاء الله راح احنا نفاتح ايضا ديوان المحافظه بتفعيل هذا الموضوع ان شاء الله نحن في منطقه خزرج في مناطق حي من احياء المدينه القديمه حيث ان هناك دور كثيره ايله للسقوط وهذا الدار من ضمن هذه الدور حيث أن الجدار آيل للسقوط وقد يشكل خطورة كبيرة على أطفالنا الطلبة والمارة من هذا الزقاق وبتوجيه من السيد المحافظ المحترم وسيد مدير بلدية تم تشكيل لجنة الدور الآيل للسقوط وتم إقرار إزالة الخطورة عن هذا الدار وبالتعاون مع مديرة الدفاع المدني مشكورة السيد العميد حسام خليل الصميدعي وبعد مناشدات الاهالي ومعارضه القناه الموصليه من ان الدار بشكل خطوره على الناس والماره تمت معاونه الدفاع المدني في ازاله هذه الخطوره. استاذ بالنسبه للعبء عليكم كبير بالمدينه القديمه. ايضا هناك بيوت آيلة للسقوط وتشكل خطر، كيف تعالجون مع هذا الامر؟ هل ستشكل لجنه حقيقيه وجاده في المحافظه لمتابعه هذه البيوت ان شاء الله تم عرض هذه المشكله على السيد المحافظ وان شاء الله في الايام القليله ان شاء الله ستشكل لجنه في ازاله خطوره عن الدور الآيل حيث تم جرد معظم هذه الدور في المدينه القديمه كما تعلمون ان الاليات قليله في بلديه الموصل وتم عرض هذه المشكله على جناب السيد المحافظ وان شاء الله في الايام القليله القادمه ان شاء الله يتم معالجه وتشكيل لجنه لمعالجه هذه